بحلقتنا اليوم رح نسأل الناس مجموعة من الأسئلة، ومن بينها من أكثر شعب عربي مثقف وغيرها من الأسئلة الثانية. خلونا نروح ونبتدي حلقة اليوم. من أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ إمارات. الإمارات. ليش اخترتي الإمارات؟ يطمحون دائما للتطوير ويطورون أي أحد يجيهم همينة، يعني سواء من بلدهم أو لاجئ، أو دائما يحتضنون ثقافة عندهم حلوة حلوة ويتنوعون بثقافتهم دائما، فشي حلو. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ والله أنا بشوف كحضارة وكتاريخ كتير كبير، أنا بشوف سوريا وبالأخص يعني حلب. لحظة، أنت قلت حلب، هل لأنك أنت من حلب ولا شنو؟ والله هو أنا لأنه عندي خلفية كتير كبيرة عن مدينتي، بالنسبة لي بشوف كمان يعني بالشعب السوري بالذات يعني العلماء السابقين تركونا الثقافات الإسلامية اللي وصلتنا لمرحلة إنسانية كتير عالية متفوقة بالشعب العربي، وأنا كتير بفتخر بهالشي يعني. فأنت تشوف أكثر شعب عربي مثقف هو الشعب؟ شعب السوري. في البداية نتعرف باسمك. معاك مشعل الفضلي. بالنسبة لك؟ عبد الله الفضلي. دقيقة، هالشكل أنا شايفك إنه من قبل. في البداية أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ ما أدري، يمكن يجي. سبحان الله يا جماعة، الشخص هذا طلع معنا بوحدة من الحلقات بالكويت وشفناه معنا في اسطنبول، نتشرف فيك طبعا. الله يسلمك حبيبي، الشرف لنا طال عمرك. حبيبي، سؤالنا الأول، منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ والله بالنسبة لي الشعب السوري صراحة. دقيقة، ليش؟ هم أهل الطب من زمان ولحد الحين دراستهم الطب العربي، يعني صراحة الشعب مهتمين بالثقافة. تشوف إن في كمية مثقفين مفكرين هنا؟ إيه نعم، يعني معروفين. الشعب السوري أكثر شعب عنده ثقافة واطلاع. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ مصر أكيد، مصر هم أهل الثقافة يعني والعلم، وعندك أحمد زويل، العالم أحمد زويل يعني، ومثقفين مصر يعني. أي مصر، أنا أقول مصر. سؤالنا الثاني، منو أكثر شعب عربي دمه خفيف بوجهة نظرك؟ مصر. شنو؟ مصر نمبر وان. لحظة، كل ما أسأل واحد على طول يجاوب مصر، ليش؟ هم أهل الكوميديا والضحكة والفرفشة والونسة، يعني منتهين منها. أي مصر ما فيها جدال ونقاش؟ لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. بس خلاص عطتني النظرة هذه، خلاص أنا الله يستر علي. منو أكثر شعب عربي دمه خفيف بوجهة نظرك؟ والله أنا بشوف أكثر شعب عنده هضامة يعني كتير عالية الشعب المصري، معروفة بكل المجتمعات العربية. لاحظة يا جماعة، هالسؤال سألته كثير وكل شوي يجابون مصر 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 مصر، شو السالفة؟ شو السبب؟ السبب الوحيد لأن معروفين ك يعني مسرح مصر معروف في العالم، مصر هي أم الدنيا. دمهم خفيف فعلا؟ والله أنا بوجهة نظري يعني ما حدا ضحكني قد المصريين. هم التوب. والله اوبشن. اوه كلام كبير. اسلحي تعليق، اخبط طيق واكتب سبحان الله. منو اكثر شعب عربي دمه خفيف بوجهة نظرك؟ طبعا ما يبي له سؤال، الشعب المصري اكيد. يا اخي لحظه، طبعا وما يبي له سؤال، هذه اثنين مع بعض هذه مصيبه. ليش؟ شعب ما شاء الله يضحك 24 ساعه، وشعب دمه خفيف معروف الشعب المصري. تشوف ما له منازع ابدا. كلام كبير. بالنسبه لك من اكثر شعب عربي دمه خفيف بوجهة نظرك؟ الكويت. الكويت. الكويت أهل القطات، أهل الضحك، أهل الكوميديا، أبل دولة عربية بالضحك. بالضحك. أي والله تبي تضحك الكويت. دقيقة، أنت من وين؟ أنا من الكويت. من الكويت. هل هذه مجاملة ولا فعلا الكويتين؟ الكويت. الحين منو أحلى مسرحيات تطالعها؟ الكويت. لا الكويت ضحك. سهل اللقب أكثر شعب عربي دمه خفيف؟ أكيد الكويت، ما في مناوش لها. لو خيروك تعيشين ببلد خارج بلدك، اي بلد راح تختارين؟ بس اول شيء قولي لنا انت من وين. انا من العراق ومعتزه بوطني، يعني حتى لو ايش ما يصير بي احب ابقى بي. زين، ممكن في بلدان ثانيه تحصلين معيشه احسن؟ ما في عراق. ما اقدر. حميه. اي ما اقدر، ما يعني ما اقدر اعيش اوكي، يعني اجي غير دول سياحه ونسى وهيك شيء، بس العراق لا، ما ابتعد عنه. صعب فراقها؟ كلش. أوه. والله كلش، والله العظيم مو سهل. لو خيروك تعيش ببلد غير بلدك، اي بلد راح تختار؟ والله البلد الوحيد يعني اللي حلمي من صغري انه اعيش فيه، وان شاء الله رب العالمين هيك يحقق لي امنيتي واكون عند هذا الحلم، امريكا. امريكا. اختياري امريكا، انه اعيش مو كعيشه يعني، انه هذا البلد الوحيد
حابب أشوفه قبل ما أنه تنتهي الحياة فيني. لا إن شاء الله تشوفه بإذن الله. أنت اخترت أمريكا بالذات، ليش؟ أمريكا لأني إلى ذكرى معي من طفولتي. أول شغلة بحب اللغة الإنجليزية وعم طور حالي فيها، وبالإضافة هي كبلد يعني هي الحضارة يعني بالنسبة لرؤيتي فيها تطور، فيها تقدمات، وبالإضافة يعني بحس حالي أنا كشخص يعني بفكر نفس طريقة الأمريكان. لو خيروك تعيش ببلد غير بلدك، أي بلد راح تختار؟ صراحة إيطاليا. إيطاليا؟ روما طبعاً. انت قلت ايطاليا ومو بس كذي حددت روما، ليش؟ يعني صراحه ديره اجواءها خياليه والشعب فيها مثقف وراقي جدا، يعني ترتاح فيها، ديره تطمن وانت عايش فيها. مريحه تشوف؟ مريحه جدا بشكل مو طبيعي. بالنسبه لك لو خيروك تعيش ببلد غير بلدك، اي بلد راح تختار؟ روسيا. روسيا؟ اي برد. وليش؟ انحاش من الحر. تبي تنحاش؟ مليت. اي دوله بارده؟ اي دوله بارده عادي، ان شاء الله طول السنه الشتاء عادي، ما في مشكله. اي عادي، ما قط الجاكيت طول اليوم حرام الجاكيت. حلو. انت قلتي لي انك من العراق، شنو اكثر صفه تحبينها بالشعب العراقي؟ الكرم، ونحب الخطار. نحبهم يعني، نحب الناس اللي تجينا من اي دوله، حتى لو احنا كعراقيين بيناتنا هيك يعني نحب شيء نهتم بيهم. أي مستقبل نفرح من أحد يجينا يعني. زين. وجربتونا بالخليج، ما الخليج أي جربتونا يعني، ما شاء الله كانت فرحتنا بوجود كل العرب بيمنا، كانت حلوة، كلش حلوة. زين، قبل فترة أنا نزلت فيديو منو أكثر شعب عربي يستاهل لقب أهل الكرم، وايد ناس جاوبوا العراق. هل فعلا العراق يستاهل هاللقب؟ فعلا، بس هو أمانة يعني كل العرب يعني بصراحة كل العرب عندنا هاي الحمية وهاي هيك الروح هيك يعني روحنا حلوة بيناتنا بصورة عامة. أي وبالعراقي يعني قلت لك انتو شفتونا يعني الحمد لله. انت قلت لي انك من سوريا، شنو اكثر صفة تحبها بالشعب السوري؟ والله انا كسوري يعني بشوف اكثر شغلة مميزة بالشعب السوري بالذات في عنا طيبة. طيبة مستحيل يعني انه يشوفوا حدا محتاج او في شخص بحاجة مساعدة، مستحيل ما اقدم له حتى لو كان غريب مستقبله في بيتنا. حتى لو كان الشخص شوي يعني ما عنده امكانيات يحاول انه ما يقصر مع الناس؟ حتى لو كان هاي الميزة يعني انا بشوفها كشعب سوري ما في فيها بالعالم نهائيا. شنو اكثر صفة تحبها بشعب بلدك؟ الشعب الكويتي، من الكويت. شنو اكثر صفة تحبها بالشعب الكويتي؟ شعب خدوم وما يقصر صراحة، اذا يشوف لك محتاج او تبي شيء ما يقصر معك باي شيء، فزع، شعب فزع. بالنسبة لك شنو الصفة اللي تحبها بشعب بلدك؟ تمام، انا الكويت وشعب كريم. كريم كريم يعني الكويت، الصفة اللي احبها صراحة بالكويتيين يعني. يعني تشوفه اذا يي محتاج ولا شخص طلبه يعطي؟ يعني تبي مثال على كرم الكويتيين، الحين انا شفتك صدفة مثلا باسطنبول هني، عاد راح تقول امشي عبد الله خلنا نعزمك في مطعم هني، صح؟ لا ليش؟ كويتي شاف كويتي بغربة. كنا تورطنا يا عم انت على الهوا. ربنا يخليك بس. ايه؟ لا مش هينفع كده، ناخد فاصل ونرجع تاني. لا الكويت اهل الكرم، والله اهل الكرم صحيح. يستاهلون اللقب اهل الكرم؟ اي والله يستاهلون اهل الكرم الكويت. بجدارة بعد. هل واجهتي مضايقات في هذا المكان؟ يعني خاصة بتركيا، شفتيهم شعب مثلا عنصري ما يحب السياح وكذي او لا؟ عنصرية لي بس ما بيبس تسمو وما يقدروا يعاونونا تنجد باكزامبل طريق ولا شغلة. ما يساعدونك بالارشادات انه وين؟ ارشادات اكزاكتلي. منو اكثر شعب عربي جميل من ناحية جمال الشكل بوجهة نظرك؟ بطبيعة تونس. لحظة، انا قابلت قبل كم يوم ناس من تونس قالوا تونس، انت الحين قاعدة من تونس، ليش؟ خاطر شكل الضحكة عندها قيمة للشكل. منو اكثر شعب عربي فزاع بوجهة نظرك؟ زيدة تونس. بعد تونس؟ بعد تونس. هاي شكلها عنصرية. لا تونس. تونس. هل فعلا؟ المغرب العربي والشرق. زين. أما تونس. هل تشوفين فعلا الشعب التونسي إذا يالا ضيف ودخل عنده راح يضيفه ويكرمه؟ أي كنت تشوفه معتها تيك توك عبيد أخرين زيدة ثم متى ضيافيت في تونس تقع على البيب متى يستقبلوهم من غير حتى مساعدة من غير حتى فلوس ونفرحوا بالضيف ومرحبا بكم في تونس. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم، وإذا عجبتكم عاد ها لا تنسون تدعمونا بضغط زر اللايك ونشر الفيديوهات، وبإذن الله القادم أجمل.